وللحديث أكثر عن الذكرى الثامنة لمجزرة الحويجة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي النزال. أهلا بك معنا سيد مكي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد مكي، يعني 8 سنوات مرت على مجزرة الحويجة، هل ترى الرواية التي ساقها المالكي لارتكاب المجزرة تعفيه من المسؤولية؟ المجزرة كلما تذكرناها وما تبعها من مجازر كانت افتتاحية لنوع آخر من القتل، وهو القتل المباشر دون حرب دون سلاح في يد الطرف المقابل، متظاهرون مدنيون. سبقتها ما فعله الاحتلال في الفلوجة بقتل المتظاهرين في حي ناحي النزال، ثم جرائم متفرقة من هذا النوع، ولكن هذه المرة هي جريمة جماعية مرتبة ومدروسة ومخطط لها ولها ضوء أخضر كما تفضل تقريركم من المنظومة الدولية المجرمة. الحساب طبعا هو يعني يأتي لا محالة، ولكن ليس في المدى المنظور ما يشير إلى ذلك، سوى أن الله سبحانه وتعالى لا ندري ماذا يعد لهؤلاء المجرمين من نهاية حتمية إن شاء الله. يعني هذه المجزرة كان مخططا لها كما تفضلت، ولكن ما هو الهدف الذي كان يسعى المالكي لتحقيقه من وراء هذه المجزرة؟ الطغاة يريدون أن يعطوا الشعوب دروسا، وهذه المجزرة كانت درسا كما تخيل هو بعقله المريض ومن معه، لأن يصمت العراقيون بعد هذه المجزرة ويكفوا عن المطالبة بوطنهم وحقوقهم. الحقيقة أنهم يعني فاتهم أن هذا هو شعب العراق الذي كلما ضغط عليه انفجر كبركان هادر. هم تصوروا أنهم سيعطون بقية العراقيين درسا في عدم الاعتراض والصمت على ما يرتكبونه من جرائم وفساد وسرقات وبيع كامل للوطن، ولكن بفضل الله فشل درسهم وتوالت التظاهرات والثورات بعد مجزرة الحويجة المؤلمة. المزاج الشعبي سيد مكي، المزاج الشعبي العام برأيك لا زال يتقبل أن تمرر روايات كالتي تسوقها حكومات ما بعد الاحتلال من أمثلة محاربة الإرهاب وما شابه؟ يعني الحقيقة أن خاتمة الثورات، وهي إن شاء الله ما زالت مستمرة ولو أنها هدأت كثيرا، هي ثورة تشرين أثبتت زيف كل الادعاءات. كانوا يقولون أنهم من الحزب الفلاني أو من الإرهاب الفلاني أو من الطائفة الفلانية. اليوم مجرد أن نطقت الطائفة الأخرى بما نطقت به قبلها الحويجة والفلوجة والرمادي وغيرها، بدأ القتل في هذه الطائفة، ومما يثبت أن النظام يقمع المعترضين عليه كائنا من كانوا. العراقيون لم يصمتوا ولن يصمتوا، والحرب سجال إلى أن يطيحوا بهذه الأصنام التي نصبها الاحتلال. يعني ممارسات القوات الأمنية والحكومات المتعاقبة مستمرة في القمع وارتكاب المجازر بحق العراقيين، وبالتالي العراقيون يعني هناك ثورة يقومون بها. على ماذا تعول هذه الحكومات في استمرارها في يعني قمع العراقيين؟ هم يكسبون الوقت بالدماء ويكسبون الوقت بالدعم من يدعمهم، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن يومهم آت لا محالة، ولكنهم يطاولون عسى أن يبقوا متمسكين متشبثين بهذه السلطة. بالمناسبة هي حكومات متعاقبة شكلا ولكنها نظام واحد مع تغير الوجوه،
منذ نيسان 2003 تتعاقب الوجوه وتسمى حكومات وتسمى برلمانات وأجهزة أمنية وما إلى ذلك، وهم نظام واحد مستمر بوحشيته وبافتراسه لشعبه، ويدرون في قرارة أنفسهم أن الحساب قادم لا محالة. نعم، إذن مكي النزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.